أهلا بكم في أعرف. منذ عدة سنوات حاولت مجموعة كبيرة من العلماء في جامعة بوسطن عمل بحث عن عواطف ومشاعر البشر تجاه مختلف الحيوانات، واتضح أن البشر يتعاطفون مع الحيوانات الأليفة أكثر من تعاطفهم مع البشر أنفسهم. وإذا ألقيت نظرة على مقاطع الإنترنت سوف تجد أن فيديوهات الحيوانات تحصل على مشاهدات كثيرة جداً، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو لنعرض عليكم بعضاً من المقاطع الرائعة لها. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. 1. قام عالم الحيوانات الكندي ديف بالسفر حول العالم والتعامل مع مختلف الحيوانات لسنوات عديدة، كما أنه قام بتأسيس شركة في جنوب إفريقيا متخصصة في تربية ورعاية الحيوانات وتصوير أفلام وثائقية متعددة لها، وقد أدت هذه الفيديوهات إلى جلب الكثير من السياح لهذا المكان حتى يشاهدوا تلك الحيوانات الرائعة. ويظهر العالم لنا في هذا المقطع وهو يحمل معه ذاك الشبل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، والذي يقوم باحتضانه واللعب معه. الغريب أنه كان يتعامل معه بصورة أليفة بالرغم من كونه حيواناً مفترساً، واستمرت علاقة الصداقة بينهما لمدة 6 أشهر، لذلك توطدت صداقتهما لدرجة لا يمكن تخيلها، وأكد ديف أنه يجب التعامل مع الحيوانات الصغيرة بلطف، وستجد أنهم في النهاية رائعين للغاية ويتعاملون معك بلطف أيضاً ودون أي شراسة. 2. يبدو أن ما تراه أمامك هو أغرب أخطبوط قد تشهده طوال حياتك، حيث يتميز بأنه لديه أذن غريبة الشكل وغير متناسقة مع باقي جسده، كما أنه لديه أعين سوداء كبيرة تجعله يشبه الفيل الكرتوني المشهور في أفلام ديزني، وقد ركزوا معه بالكاميرا لأن هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها حيواناً بهذا الشكل، حتى أنه قام بتحريك أطرافه على جسده مما دل على خجله ولطافته. 3. طبقاً للكثير من العلماء يقال إن البشر يتشاركون بنسبة 90% من الجينات الوراثية مع القرود، حتى أنه يمكنك أن ترى في هذا الفيديو كيف أن هذا القرد قادر على استخدام أدوات العمال في قطع الأشجار، فقد بدأ هذا الرجل في تربية القرود منذ فترة كبيرة من الزمان، مما جعلهم يكتسبون صفات كثيرة من البشر، ويمكنك ملاحظة ذلك أثناء قيامهم بتنظيف ومسح الأرض مثلنا. وأعتقد أنه قادر على أداء مهام أكثر من مهام البشر المختلفة، لذا أنصح صاحبه بمراقبته أكثر وتصويره طوال اليوم. 4. تم التقاط هذا الفيديو لفأر الهامستر وهو يحمل معه طعاماً كثيراً في فمه في إحدى المقابر، حتى أنه تمكن من الركض لمسافة بعيدة وقام بتناول الحبوب التي حصل عليها بجوار هذه الزهور، وبعدها وجد هذا الشمع المعبأ داخل عبوات، مما جعله يركض تجاهها حتى تمكن من الحصول عليها وتناول الشمع الذي يقع بداخلها. فمن المعروف عن الهامستر أنه يعشق تناول الشمع بكميات كبيرة لأنه يشعره بالاستمتاع، وقد تعرضت رأسه للتعلق داخل هذه العبوة بشكل مثير للضحك والسخرية. 5. في هذا الفيديو يمكنك أن ترى ذلك الدب الصغير جداً، ومن الواضح أن صغر حجمه يعني بالضرورة احتياجه إلى رعاية كبيرة للغاية، كما أنه سيحتاج إلى طعام بصورة دائمة حتى يتمكن من النمو، وبعد تناول الطعام يجب أن يتعلم الدب كيفية السير بصورة صحيحة حتى لا يسقط على الأرض. في هذا الفيديو يمكنك أن ترى ذلك الدب الصغير أثناء تناوله اللبن حتى يكبر ويستمد القوة اللازمة لحياته. 6. أوضح هذا الرجل الذي يقوم بالتصوير بالكاميرا أنه خلال مسيرته المهنية قام بالعمل مع مئات الحيوانات البرية مثل الفيلة والغوريلا، وبينما كان يصور في هذا المكان اقتربت هذه العرسة منه حتى أنها وقفت على رأسه لكي تتمكن من مشاهدة كل ما يوجد في المنطقة المحيطة لهم، وقد تمكن المصور من تصوير هذا المشهد الرائع، وقد ذكر أن طول العرسة لا يتجاوز 35 سنتيمتراً. 7. من المعروف أن حيوان الكسلان يبدو عليه أنه مبتسم دوماً ويشعر بسعادة لا مثيل لها، لكن هل رأيت ذات مرة صغير هذا الحيوان؟ يبلغ وزنه في بداية حياته 300 جرام فقط،
ولو تمكنت من مشاهدته وهو صغير ستصاب بدهشة لا مثيل لها، مما سيجعلك تعشقه على الفور. 8. أظن أن معظمنا يعشق القطط، ونعلم جميعاً أنها كائنات لطيفة للغاية. نحن هنا سنتحدث عن هذه القطة التي تعيش في البرية، وهي من نوع القطط المرقطة بالصدأ. يصل وزنها 1.5 كيلوغرام، ولديها أعين كبيرة، وتعيش في الهند وسريلانكا. تحب المعيشة بمفردها، وتقوم بالصيد في المساء، وتعمل على تسلق الأشجار عند الشعور بالخطر. 9. نظن جميعاً أن العلاقات لا تحدث بين الحيوانات إلا لو كانوا من نفس الفصيلة، ولا يحدث عكس هذا سوى في الأفلام الكرتونية، ولكن هذا غير صحيح بالمرة، حيث إنه ذات مرة كون هذا الخنزير علاقة صداقة رائعة للغاية مع هذا الأرنب، إذ أنهما بدأا علاقتهما معاً وهما صغيران، ولم ينفصلا حتى هذا اليوم. 10. تعمل القطط على إلقاء أي شيء يقع على أسطح الطاولة دون معرفة السبب، ويبدو أن هناك حيوانات أخرى تقوم بمثل هذا السلوك دون أي تفسير، فقد كانت هذه السيدة تربي هذا الفيل الذي يسلك نفس سلوك القطط فيما يتعلق بإلقاء الأشياء. 11. تخلت أم هذا الشبل الصغير عنه، مما جعله بحاجة إلى طعام وفير، ما دفع الأطباء إلى متابعة حالته الصحية وتوفير الطعام اللازم له، فمكنهم هذا من التقاط هذا الفيديو اللطيف للغاية. 12. تعمل البطاريق دوماً في جماعات، وهذا ما يجعلهم يشكلون هذا الشكل الدائري ويكونون مجموعات كبيرة حتى يتمكنوا من تدفئة بعضهم البعض حينما يتعرضوا لبرد قارس ورياح شديدة، ولكن في هذا الفيديو اتضح أنهم قادرين على القيام بما هو أكثر من تدفئة بعضهم البعض، حيث كان هذا الطائر يحاول الهجوم على ذلك البطريق الصغير حتى يلتهمه، لكن البطاريق تمكنت من التجمع حول البطريق الصغير لكي يقوموا بتشكيل درع قوي يمنع هذا الطائر من الهجوم عليه، وقد دل ذلك على مدى شجاعتهم في هذا الموقف، وبالفعل تركهم الطائر ورحل، وتمكنوا من إنقاذ حياة ذلك البطريق. 13. ربما قد يشوشك مظهر هذا الطائر، ولكنه في الحقيقة طائر البفن أو المهرج الذي يعيش في نصف الكرة الشمالية، وهو يصنع عششه بنفسه بجانب الشاطئ نظراً لتواجده في البحر بشكل دائم لكي يتمكن من وضع البيض ورعايته حتى يتم مراحل نموه بسلام بعيداً عن الحيوانات المفترسة. وفي هذا الفيديو سنرى معاً ردود أفعال صغيره الذي خرج من بيضته تواً. 14. تعتبر الببغاوات من الفصائل القادرة على نطق الكلمات والاستماع لها جيداً، ويتضح هذا من خلال قدرة هذا الطائر على تكرار ما قالته هذه السيدة. It's not easy being green. وقد أكد العلماء أن قدرتهم هذه ترجع إلى تآلفهم مع مالكهم واعتيادهم على صوته. 15. لا يبدو أن البشر فقط هم من يعشقون اللعب بكرات الثلج، بل إن هذا الدب تمكن هو الآخر من القيام بهذا الشيء، مما يدل على مدى لطافته بالرغم من كونه حيواناً مفترساً. 16. يعيش دب الباندا في الصين، وهو يعد واحداً من الحيوانات اللطيفة والمهددة بالانقراض. هذا ما قد دفع الصينيين لرعايتهم بطريقة مميزة وفريدة من نوعها للحفاظ على هذه السلالة من الانقراض. وقد حاولوا في يوم من الأيام أن يضعوا هذا العدد الكبير من حيوانات الباندا على هذه الطاولة لفترة من الوقت حتى يقدموا لهم الطعام في آن واحد، لكن اتضح أنه أمر صعب وشاق للغاية، إذ أنهم كانوا يحاولون الركض من على الطاولة، وتم تصوير هذا الفيديو لهم ونال دهشة وإعجاب الكثيرين. وذات مرة علق أحدهم بين غصون الأشجار، لكن لحسن الحظ أنه لم يتعرض لأي أذى ولا أي جرح خطير في جسده. ما هو أكثر فيديو أعجبك اليوم في هذه الفيديوهات؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.